والله احنا اليوم كل عام وانتم بخير. اول يوم رمضان وقررنا انه بيتنا مقصوف ورغم الدمار والردم قررنا ان نيجي نفطر هنا، نعمل فطورنا على الحطب ونيجي نفطر احنا وابو ساحر. الاولاد بتسهلين طلعوا على الجنوب وانا قاعده لحالي في البيت، يعني في بيت تاني. كان رمضان له طقوس خاصة، الأجواء رمضان، الزينة، الفوانيس، المائدة، كل أحفادك حواليك، أحفادي حواليا، أولادي، بناتي. Oh,